زرع. السلام خو السلام حباب، اليوم حلقة جديدة نفس المكان. اليوم ان شاء الله جينا نخدمو الزيكزاك. كيفاش كنخدمو الزيكزاك؟ بواحد الطريقة زوينة باش نشوفو كل ديالنا غادي فواحد المستوى زوين كيخدم لينا الزيكزاك بواحد الطريقة زوينة. خليكم معايا الخوت، تابعوني وما تزعقوش. اليوم جينا نخدمو الزيكزاك مع سبيرو ان شاء الله. توحشو سبيرو الخوت ياك ديما معانا. اليوم جينا نخدمو الزيكزاك بواحد الطريقة زوينة عن طريق لا ريكومبونس او لوبجي. اول حاجة كنبداو بها كنبداو بلا ريكومبونس هي الاولى. ملي كنبداو بلا ريكومبونس كاشير ولا فرماج احمر ولا اي حاجه، شوف الكلب اش كيحب على حسب الكلب ديالك اش كيبغي. تقطع طريفات بحال هكا مثلا. اول حاجه كدير اخويا كتشير انتباه ديال الكلب، كتشير انتباه ديال الكلب، كتشير لا ريكونفونس غير كاع، كتشير لا ريكونفونس كتشد لا ليست. علاش؟ الا ما شتيتيش لا ليست ملي غادي تجي تشير انتباه ديالو ما غيخليك دير والو، ما غديرش داكشي اللي باغي دير. ضروري لا ليست في الشكوان في الكلب ديالك بحال هكا وتقامر غير قامر تشير انتباه ديال الكلب لا ريكونفونس من اللور. هاد الرجل هادي خويا حاول تهزها بحال هكا، ملي كتهز هاد الرجل بحال هكا كتخشي هاد اليد من وراها، ملي كتخشيها من وراها كتعطيه الشم اي فوا يخرج خرجه وحده كنعطيه لا ريكونفونس. خاصي بيان كنكارسي الكلب ديالي كنعاود كنعاود عاوتاني كذلك هو بيجي زيكزاك بيان زيكزاك بيان. أربعة مرات اخويا حتى لخمسة مرات في النهار، النهار الثاني كتدخل معاه زيكزاك عن طريق طبقين كتولي ديري بحال هكا مثلا زيكزاك زيكزاك. أربعة مرات حتى لخمسة مرات اخويا في النهار الثاني كتولي كتخدم مع اخويا بالتدريج. انا اخوتي باش كنعجبكم كنجيكم بالتدريج، كنبغيش نجيو ندير لكم اللعبه لا، كنخدموا اخوت في المستوى. شي حاجه اللي غتخدمها مع الكليب ديالك اللي غادي دير شي حاجه من بعد غادي تشوفوا غادي في واحد المستوى زوين اللي نتايا غادي تشوفوا انت مرتاح. يعني تجي شي حاجه ما غتعكس لك من هنا لقدام في الحياه ديالك الا تبعتيني وعطيتيني عقلك اخويا. خليك معايا نعاود عاوتاني كذلك هو مثال نهار الثالث كنولي ندير عليه ثلاثه مرات زيكزاك 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 بيان اكسلون مارا دي. نهار الرابع كذلك هو مثال، وكنا خوتي نهار الثالث من تساو كنكرر معاه ضروري ما تكرر معاه ثلاث مرات حتى اربع مرات. نهار الرابع كذلك هو مثال كدير لي اربع مرات سبيرو زيكزاك 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 سي بيان. ديك الساعة ملي كتولي كتخدمها بواحد الطريقة زوينة، ملي كتشوف الكليب ديالك غادي فواحد المستوى زوين كيدير الزيكزاك بواحد الطريقة زوينة كتولي كتخدم مع خويا بلوبجي. علاش؟ كتجي واحد النهار كتلقى راسك نتايا الله يحسن العام خويا، ديما تنقولوا حنا عزيز علينا نتعاملوا مع الناس اللي حنا ضد الناس اللي الله يحسن العام، ديما نقولوا الله يحسن العام. المهم بغينا كلشي يخدم في ليفاتو بواحد الطريقه زوينه، كاين اللي ما عندوش طريقه ونقص كل واحد وكيفاش داير ليه الله، يعني تقدر تخدم خويا بلوبجي مدى الحياه، كاينش بروبليم. زيكزاك سي بيان كنعطيه لوبجي، سا سي بي لاش زيكزاك بيان بلاش مرة وحدة مرة وحدة زيكزاك سي بيان بلاش زيكزاك مرة وحدة اخويا مرة وحدة مرة وحدة. ملي كدير ديرها مع مرة وحدة كيعرف الكلب بان كاين تكرار، ملي كدير تكرر معاه كيولي فاهم بان كاين تدريز وتحفيز. يعني كتشوف الكليب ديالك غادي في مستوى، ديك الساعة ملي كيولي الكليب ديالك كيخدم مزيان ماضي كتولي كتشوفو غادي في واحد المستوى زوين، كتولي كتخدم معاه بواحد الطريقة كيولي يخدم معاك زيكزاك بواحد الطريقة زوينة كتولي تشوفو لا مثلا هكا زيكزاك 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 زيكزاك. باش تمشيو معانا الخوت زيكزاك بواحد الطريقة زوينة تستاهلو كل خير، تابعونا الخوت كاين واحد الجيم واحد الجرس هو لتحت عافاكم الخوت ما غاتخسروا والو، دعموا خوكم اشتراك الله يسخر على الجانب.